أهلا بكم إلى زوايا الحدث. وصل محافظ محافظة عدن إلى العاصمة المؤقتة، وقالت مصادر حكومية أن المحافظ الجديد حظي باستقبال رسمي وشعبي كبير لدى وصوله المطار. وتأتي هذه العودة بعد أن شهدت المحافظة مظاهرات كبيرة وانقسام في الرأي العام حول تعيين عبد العزيز المفلحي بدلا للمحافظ السابق عيدروس الزبيدي. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما الذي تمثله عودة المحافظ الجديد على الصعيدين السياسي والخدمي للمحافظة؟ وهل ستكون هذه العودة بداية لمرحلة جديدة يعم فيها الاستقرار المحافظة، أم أن هناك سيناريوهات مختلفة؟ إذن هي عودة محفوفة بالمخاطر من جهة، ومعلق عليها الآمال والطموحات بغد أفضل من جهة أخرى، خصوصا في ظل الظرف الحساس الذي تمر به العاصمة المؤقتة عدن وحالة الغليان الجماهيري والسياسي في المدينة المثقلة بأثار الحرب، وهو ما يجعل السلطة المحلية الجديدة أمام تحديات كثيرة وكبيرة. فكيف سيكون التعامل وما هي صورة المستقبل القريب؟ هذا ما سنحاول أن نتطرق إليه، لكن بعد أن نشاهد التقرير التالي للزميل ياسين التميمي. عودة مقترنة بإنجازات مهمة في عدن، إنها عودة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى العاصمة السياسية المؤقتة لتكون أولى مهامه برفقة محافظ عدن الجديد عبد العزيز المفلحي، هي افتتاح محطة توليد الطاقة الكهربائية الممولة من حكومة قطر بقوة 60 ميجاوات. يأتي ذلك بعد أن أعلنت الشركة التركية المنفذة للمشروع عن نجاحها في تذليل كل الصعوبات وتركيب المولدات وتجريبها، ما يعني أن الخطوة الأولى في مشوار استعادة الحياة في مدينة عدن سوف تنجز قريبا جدا. خطوة تضع العاصمة المؤقتة للبلاد أمام تحول مهم في تاريخها، وتجسد عمليا التوجهات المعلنة للحكومة، وتساهم في تنفيذ وعود رئيس الوزراء لأبناء المدينة بصيف بارد هذا العام. لكن ثمة من يحاول أن يبقي هذا الصيف مشتعلا ومنفلتا ومفتوحا على كل الاحتمالات. قبل قدومه المرتقب إلى عدن، أجرى محافظها الجديد عبد العزيز المفلحي سلسلة لقاءات في الرياض على صلة مباشرة باستحقاقات تطبيع الأوضاع في المدينة. إحدى لقاءاته كانت مع السفير التركي لدى اليمن ليفانت آلر. وضع شديد الصعوبة تعيشه عدن حاليا، لا يتعلق الأمر في نظر المراقبين بتردي الخدمات فقط، بل أيضا بهذا القدر من الانشغال من جانب البعض بقضايا تقع خارج السياق العام للأزمة والحرب في اليمن، بما يصطدم عمليا مع الأهداف المباشرة للتحالف العربي الداعم للشرعية. بين التحديات المرتبطة بتردي الوضع المعيشي والخدمي واتجاه الأمور نحو المزيد من الانفلات الأمني، تتجلى تعقيدات المرحلة المقبلة في العاصمة السياسية المؤقتة لليمن بانتظار حلحلة تتفق مع التوافق الذي عبرت عنه اللجنة الثلاثية للتنسيق المشترك التي أنشئت مؤخرا برئاسة يمنية وعضوية سعودية وإماراتية. نبدأ النقاش مع ضيفنا مستشار وزير الإعلام الدكتور فيصل عواضي. أهلا بك دكتور فيصل. مرحبا بك أخي الكريم وبالإخوة المشاهدين الكرام. دكتور فيصل، بداية، ما الذي تمثله عودة المحافظ عبد العزيز المفلحي، وكيف بدا لك مشهد استقباله في المطار؟ أولا لا نقول عودة وإنما نقول وصول الأستاذ عبد العزيز المفلحي، لأنه لم يكن قد غادر عدن حتى يعود إليها، لكن هو وصل إلى عدن والاستقبال كان طبيعي. أولا لشخص الرجل يحظى بسمعة طيبة، ومن ثم تفاءل الناس خيرا بتعيينه كإداري، وعدن في هذه المرحلة هي بحاجة إلى شخصية إدارية لتحسين مستوى الخدمات التي هي الحاجز الأساسي لكل مواطن. أخ الأستاذ عبد العزيز المفلحي لديه برنامج واضح أعلن عنه بأنه جاهز ببرنامجه لحل مشكلة الخدمات الأساسية قبل كل شيء في عدن. من هذا المنطلق طبعا كان استقباله بمستوى آمال الناس المعقودة عليه. طيب سأناقش هذه النقطة معك فيما يخص أن لديه الكثير في أجندته فيما يخص حل المشاكل التي تعاني منها عدن. أشرك معنا في النقاش وأرحب بضيفنا من عدن الصحفي والناشط السياسي ياسر اليافعي. أهلا بك أستاذ ياسر. مشهد وصول عبد العزيز المفلحي، كيف بدأ لك وما الذي ينتظره؟
اهلا مساء الخير. طبعا عودة المصلحي كان امر طبيعي متوقع، وكان هناك عدد كبير من سواء كذلك مسؤولين او قيادات في المقاومه والحراس في استقبال، هذا امر كان متوقع ولا خلاف عليه. وقلنا ولو تذكر يوم القرار كنت من ضمن يعني مداخله معكم، قلت ليش الخلاف على تعيين على طريقه اتخاذ القرار، وهذا ما يقوله الناس في الجنوب، لان طريقه اتخاذ القرار كان فيه نوع من الاخطاء. اما المفلحي مرحب فيه، وهو احد الشخصيات التي نعول عليها بانشاء الوضع عدن، مع انه وضع عدن صعب للغايه، وانا اخشى عليه من وسائل اعلام شرعيه التي تصور وكان 60 الميجا تدخل كل مشاكل عدن. عدن بحاجه الى 400 ميجا كهرباء حتى يكون صرف بارد، اما 60 ميجا ستخرج ايضا 60 ميجا وستاتي مشاكل الديزل وما عليه، ونحن نعرف عدن كيف. لذلك اخشى عليه من تطبيق القنوات الشرعيه والقنوات المواليه للشرعيه ان تصدم الناس بواقع، والناس بعدين يشعرون بواقع اخر، وبالتالي سيحرقون الرجل في البدايه وتخلصوا منك وتخلصوا من عيدروس بعدين ننجز المهام الامنيه. طيب هذه نقطه مهمه استاذ ياسر، ما اشرت اليه بان ما لديه في اجندته من خدمات يقدمها للناس وكيف يتعامل الاعلام معها سنناقشها، لكن هل بهذه مشهد الوصول كما تقول واستقباله من قبل العديد من القيادات، هل يمكن القول ان انتهت ازمه قرارات تعيين محافظ عدن، انتهت الازمه ونحن الان امام صفحه جديده؟ طبعا قلت لك من البدايه كان الموضوع ليس على تعيين المفلحي واقاله عيدروس الزبيدي، بالاخير كلهم اشخاص ولكن على الطريقه. نحن الان سنمشي في التوازي بين خط سياسي مثل عيدروس الزبيدي كقائد تم تصويبه لقوى الحراك الجنوبيه المختلفه، بالاضافه الى محافظ عدن المفلحي، يعني وهو صرح اليوم انه سيكون اهم اهتماماته مرسل الخدمات، وهذا امر مطلوب، وكنا نتوقع ان يتم الحاله في ملف الخدمات، ونتمنى من الحكومه ان تساهم في هذا الملف، لانه بالاخير بيد الحكومه وليس بيد المفلحي. عدن مشكلتها تعاني من تركه ثقيله، هل تعلم ان معظم الاداريين، معظم الطاقم الاداري، البنيه الدوله او بنيه مؤسسات الدوله تعاني من فساد، من مشاكل يعني بيروقراطيه كثيره، هذه المشاكل ستؤثر على عائلتين المحافظ. طيب استاذ ياسر، ما دام انه لا مشكله بتعيين المفلحي بديلا عن عيدروس الزبيدي، ما الذي منع ان تكون كل الطبقه السياسيه او النخبه السياسيه الممثله داخل المجتمع العدني ان تكون حاضره في المطار وتستقبله؟ طبعا معظم القيادات كانوا حاضرين باستثناء ربما القائد عيدروس الزبيدي وكذا، لانه تقريبا بحسب لغة كان في مقر الاتحاد وقتها. نعلم جميعا ان القرارات اللي اتخذها هذه شعرت الاطراف الاخرى التي ساهمت في الملف الامني وطعنا من الظهر، وبالتالي اخذوا بخاطرهم، وهذا امر طبيعي. لكن بحسب ما تاكد الينا من قبل القائمين على الكيان السياسي الذي يتم الاعداد له ان لا مشكله مع المفلحي وسيمارس عمله، لكن بالتوازي سيتم تنظيم عمل الكيان السياسي كل الجنوبيين، مكون سياسي يمثلهم وتيار سياسي يمثلهم، حتى بقدر الانفرادات التي تحققوها وقدر التضحيات التي غزوها. واعتقد ان هذه النقطه كان المفروض ان تلغى سياسه السياسيه اليمنيه كافه، لانها بالتالي هي دايه او نقطه اولى لحل المشاكل في اليمن، لانه من غير المعقول الا يتم يعني يعبر المواطنون في المحافظات الجنوبيه باكثر من 13 مليونيه، ولا ياخذ بصوتهم بعد الانفرادات التي حققوها سواء في مكافحه الارهاب او في محاربه المد الحوثي. لذلك انا ارى انها خطوه ليست فقط في صالح الجنوبيين ولكن في صالح ابناء اليمن والتحالف العربي والعالم، لانه الحال من استغراق المحافظات الجنوبيه واستغراق اليمن واستغراق المنطقه واستغراق العالم. طيب أعود لضيفنا من الرياض مستشار وزير الإعلام دكتور فيصل العواضي. دكتور فيصل العواضي، بالنسبة لكم في الحكومة كيف تنظرون للبيئة والأجواء في عدن؟ هل هي مهيئة لأن يستطيع التحرك المحافظ الجديد ويقدم المفيد للمواطن؟ طبعا بالنسبة للشيخ عبد العزيز أو الأستاذ عبد العزيز المفلحي، هو طبعا حتى قبل نزوله عدن كان أمس لقاء له مع السفير التركي، ومعروف أن تركيا في تفاحصات قديمة معها بخصوص حل مشكلة الكهرباء التي هي من المشاكل العويصة في عدن. أنا لست مع المنطقة المتشائم بأن عدن وضعها مستعصي وربما يعني يكون فخ للأخ عبد العزيز، لا، هو قبل منصب المحافظ بوعي كامل و بحيثيات انه توفرت به المعلومات عن امكانيه حل كل المشاكل التي تعانيها
عدن، وعلى هذا الأساس إن شاء الله سيبدأ عمله وهو واثق من الوفاء. لكن دكتور فيصل، حتى لا نبيع الوهم للناس، حتى لا يتم بيع الوهم للناس، عبد العزيز المفلحي لا يمتلك عصا سحرية بشكل فردي يمكن أن يحل الكثير من المشاكل والتحديات الخدمية الماثلة الآن في محافظة عدن. هل عندما تتفائل أنت وتقول أنه لابد من أن نقدم التفاؤل للناس، هل هناك خطط متفق عليها؟ هل هناك دعم وإمكانية ستقدم له من الحكومة ومن التحالف العربي وفق ما لديك من معلومات كمسؤول حكومي؟ طبعا يعني لا أقول أن الأمور يعني خاضعة للأخ عبد العزيز لوحدي. عدن عاصمة اليمن الآن، والحكومة إن شاء الله يعني دولة رئيس الوزراء سيعود إلى عدن قريبا وفخامة الرئيس، وهناك خطط يعني ورش عمل شغالة ليل نهار على وضع الحلول والمعالجات لكل الإشكالات القائمة، وهناك أيضا برامج من قبل دول التحالف، برامج إعمار وبرامج المناطق المحررة، وفي مقدمة العاصمة عدن سيتم تنفيذها أو البدء بتنفيذها. ويعني نستطيع القول أن هناك خطوات ستكون مسهمة إسهام كبير جدا في إحداث التغيير المطلوب في الواقع إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك فيصل عواضي، مستشار وزير الإعلام، كنت معنا من الرياض. أعود لضيفي من عدن الصحفي ياسر اليافعي. أستاذ ياسر، بالنسبة للشارع في الجنوب اليوم وموضوع التطورات ربما الصعيد السياسي، هل بعودة المحافظ الجديد سيتم التركيز أكثر ربما على موضوع الخدمات وبالتالي الفعل السياسي وما شهدته المحافظة من مظاهرات قد ينحى جانبا، وبالتالي التركيز حول المحافظ ودعمه حتى تقديم وحل الكثير من المشاكل الخدمية التي تعاني منها المدينة، أم ربما سيظل هناك حالة الصراع والجدل السياسي حاضرة وبالتالي قد يعكر المشهد وجهود المحافظ؟ فطبعا أعتقد أن النخبة في محافظة عدن وباقي المحافظات الجنوبية ستعطي أولوية لا الاهتمام بالمكون السياسي أو بالتيار السياسي الذي سيتم تشكيله خلال الفترة المقبلة، لأن الموجة في المنطقة والتغيير الدولية تسير بهذا الاتجاه، وهذه فرصة وعوامل قوة توفر في الجنوبية لا يمكن تتوفر مرة أخرى. لذلك أعتقد أنهم سيهتموا بذلك، لكن المواطن بالأخير سيهتم بالخدمات، ونحن نخشى من بيع الوهم للناس. وزير رئيس الوزراء قال صيف عدن سيكون بارد، اليوم نحن في شهر 5، مر شهر 4 ومر 10 أيام الآن من شهر 5، وعدن ما زالت تعيش صيف حار وساخن جدا، وهذا ما نخشى أن يستمر. نحن نخاف من أن يبيعوا للناس الوهم وبالتالي يحرقوا عبد العزيز المفلح الذي كنا نأمل أن يكون منصب أعلى من منصب المحافظ رئيس الوزراء مثلا، أن يحرقوه في أول السلم المسؤولية والسلطة. لذلك على وسائل الإعلام التابعة للشرعية أن يعني تخاطب المواطنين بمنطق وليس بمحاولة مكايدة سياسية لإنجاز بعض يعني المصالح السياسية أو الأوراق السياسية أو ترمي أوراق في مرمى الخط. ربما هناك غدا اختبار حقيقي وفق وسائل الإعلام الشرعية أن بن دغر سيفتتح مشروع الكهرباء القطرية المقدمة إلى العاصمة المقاطعة عدن، ربما هذه بداية خير إذن. هي 60 ميجا فقط، وتتلاحظ معي القوى المخلوعة الموجودة في السلطة ستخرج 60 إلى 70 ميجا بنفس الليلة، أو سيقولون أن المشتقات النفطية قطعت. ستذكر كلامي وسيذكر المستمعين كلامي. الموضوع في عدن نعاني من مؤسسات دولة هشة معظمها تسيطر عليها الدولة العميقة وتتصرف بها قوى الفساد، هذه هي المشكلة الأساسية في عدن والتي وصل إليها قيادة التحالف العربي موجودين في عدن، وسمعنا الكلام منهم ايضا ومن ادروس الزبيري المحافظ السابق. مشكله عدن انه ما زالت الدوله العميقه تسيطر عليها، سواء كان ذلك عبر المجالس المحليه عن مدراء الادارات وما اليه. نحن نتمنى ان تخرج عدن من واقع المزري، ونتمنى ان تقدم خدمات المواطنين، لكن احنا لا نبيع الوهم للمواطنين حتى ينصرموا. اشاره مهمه فيما يخص الدوله العميقه، نقطه ساعود لنقاشك بها بعد ان نشرك معنا من العاصمه الاردنيه عمان المحلل السياسي عبد الناصر مودع. اهلا بك استاذ عبد الناصر مودع، كيف تنظر لوصول المفلحي الى عدن وما هي فرص نجاحه في مهمته؟ مساء الخير اخ سامي، وتحيه لضيفك الكريم. يعني وصول المفلحي الى عدن يوصلها في ظل الوضع المتوتر والمهتري في مدينة عدن وكل المناطق تقريبا اليمنية، ووصوله أتى ضمن يبدو صفقة لتهدئة اللعب بين الأطراف المتصارعة في مدينة عدن، وهو
حل مؤقت لهذا الصراع، لأن جوهر المشكلة على حالة، والمشكلة في عدن. طيب، منذ صفقة مؤقتة بين من ومن، ولماذا حل مؤقت، وما هو جوهر المشكلة الذي ترى وتنظر إليه بأنه ربما سيظل حاضر؟ مدينة عدن حاليا هي وضعها وضع مسخ، لا هي عاصمة مؤقتة ولا هي مدينة تتبع الجمهورية اليمنية، ولا هي عاصمة لدولة الانفصاليين كما هو الحال الظاهري لها، بمعنى أنك عندما تنزل إلى عدن تجد فيها أعلام ليست أعلام الجمهورية اليمنية، تجد فيها موانع لسكان، لأكثر من 85% من سكان اليمن لا يسمح لهم بالدخول إلا بقيود معينة. هذا الوضع المسخ الذي ذكرته لك هو نتيجة حالة الصراع السياسي والرغبة في تكريس السلطة الخاصة لهادي، وهي المشكلة الأصلية لليمن منذ 5 سنوات، وهادي هو المشكلة الرئيسية لليمن كونه أراد. لكن هذه الممارسات والتصرفات التي تستشهد بها أستاذ عبد الناصر هي ربما على الهامش تصرفات فردية للبعض، لكن في حقيقة الوقت الآن هي عدن عاصمة مؤقتة للجميع، عاصمة الشرعية، هناك وزراء من كل الأطياف حاضرين فيها، وبالتالي بعض التصرفات أو الاختلاف في وجهة النظر ربما قد يكون حاضر، وهذا هو يأتي في طريق استعادة الدولة، وشيء إيجابي ربما أن يكون هناك اختلاف. وليس في استعادة الدولة، هذا ليس في استعادة، هذا هو الطريق الخطأ من استعادة الدولة. عدن الآن تقريبا 3 قوى رئيسية تسيطر عليها محلية، وهي هادي وجماعته الذي يأتي معظمهم من محافظة أبين وشبوة، والطرف الآخر الذي يأتي معظمهم من محافظة الضالع ولحج والقوى السلفية ومن ورائهم الإمارات، وبالتالي هناك ليس هناك من سلطة للجمهورية اليمنية نقول أنها سلطة واحدة وإدارة واحدة لمدينة عدن. ما حدث الآن هو نوع من اتفاق وضبط إيقاع، أستطيع أن أقول عليه أنه ضبط إيقاع للصراع، تم بين الإمارات وبين السلطة الشرعية وبين السعودية، سمح بموجبه بعودة هادئة وعادية للمحافظة الجديد، وانسحاب لا نقول هادئ ولكن انسحاب ما مسموح فيه للمحافظ السابق، مع بقاء الأوضاع على حالها، بمعنى أن التواجد على الأرض، التواجد العسكري والسياسي على الأرض لا زال تواجد يكتنفه احتمالية الصراع في أي لحظة. طيب، أعود لضيفي من عدن الأستاذ ياسر اليافعي. أستاذ ياسر اليافعي، تحدث عن دولة عميقة ربما قد تكون التحدي الأبرز في النهوض بعدن كعاصمة مؤقتة، كيف يمكن التغلب على هذا التحدي، ولماذا برأيك لا يتم تركيز الجهود لمواجهة هذا الخطر، خطر الدولة العميقة وتفكيك هذا الخطر؟ أيضا الأستاذ عبد الناصر المودع يرى في وصول المفلحي وأنه ربما ضبط إيقاع مؤقت وربما قد تعود الأمور للتأزم مرة أخرى، ما ردك؟ طبعا الأخ عبد الناصر تكلم كلام فيه نوع من الحقائق، ولكنه أحس أنه يتكلم وكأنه ما أسمع شخص يتكلم والي علي عبد الله صالح غريب من علي عبد الله صالح في الموضوع. طبعا الصراع في عدن هو صراع سياسي، وطرحنا أكثر من مرة أن هو تقليدية يمنية، هي حزب الإصلاح حزب المؤتمر تريد أن تعود للواجهة، وهو مفجر الصراع في عدن وخروج الناس يوم الخميس. للأسف كانت هناك استخدام سيء للسلطة من قبل الشرعية ومن بعض أطراف الشرعية، اعتبرت أن الشرعية صك خاص بها، صارت يعني تعين الوزراء والوكلاء و يعني المدراء الادارات من الاقارب، ويعني فوضى شامله كانت تؤدي الى انهيار الوضع في عدن، وبالتالي تهديد للانتصارات التي تحققت للتحالف ولليمنيين بشكل عام وانهيار الوضع. لذلك كانت مسيره السيد الخميس وضبط الايقاع، واعتقد انه موضوع اخضر من التحالف انه لابد ان تنتهي المشاكل في الجزء الجنوبي من اليمن ضمان الاستقرار، ومن خلال ان يكون هؤلاء الناس الذين يخرجون من 2007 في مسيرات ومظاهرات تيار سياسي يمثلهم، وبالتالي سيتم التفاهم معه في اي مشاورات سياسيه قادمه، لانه لا يمكن باي حال من الاحوال ان تتجاهل هذه الفئه التي كانت جزء رئيسي من المشاكل التي حدثت في اليمن، لانهم اصحاب حق ويطالبون بحق منذ 2000
و7 ولم يسمحوا احد. واليوم بعد الانتصارات التي تحققت الان الاوان ليس لهم بغض، ليس للقوى السياسيه اليمنيه تسمحهم ولكن العالم. طيب استاذ ياسر، لماذا الذهاب الى معارك هامشيه داخل صف التحالف والشرعيه؟ لماذا لا يتم التركيز على المعركه الاساسيه، معركه انهاء الانقلاب وتوحيد الجهود لتفكيك الدوله العميقه التي تراها بانها الخطر الابرز؟ ما الذي يمنع حدوث ذلك؟ كلامك جميل، ولكن هنا اتكلم بوضوح وبشفافيه معكم. هناك كان تركيز على معارك محافظة الحديدة، والقوات المقاومة الجنوبية والإمارات تستغل في المخا وفي الساحل الغربي وتحقق انتصارات كبرى، لكن كان في عدم شغل خبيث من قبل قوى سياسية تريد عادة نفسها إلى الواجهة، وهو ما بدر الوضع، ما أغضب التحالف العربي وما أغضب الجنوبيين. فمن غير المعقول أن تتقدم تضحيات كبرى في عمق الشمال وحزب الأصلاح ومجموعة هذه تأتي لاحتلال الجنوب مرة أخرى ومحاولة العبث بالسلطة، يعني كل السلطات والوظائف العامة للدولة من قبل ناس هاربين بالخارج أصلا. هذا الأمر لا يمكن يقبل عاقل على الإطلاق، وكان لابد من تدخل حاسم من قبل التحالف ومن قبل الجماهير الجنوبيه صاحبه الحق في اي استحقاقات سياسيه قادمه. لذلك انا ارى انه فيما حدث في عدن من تفويض عيدروس والاعلان عن اشاره مكون سياسي خطوه ايجابيه تتحرك الاوراق السياسيه الجامده. نحن مللنا من حزب الاصلاح والمؤتمر، هم من اوصلنا الى هذا الى ما وصلنا الى اليوم. لماذا لا تكون هناك قوى سياسيه جديده نظيفه خرجت من رحم المعاناه يكون لها دور في المستقبل اليمني؟ طيب لكن وفق المنطق استاذ ياسر، بالمنطق يعني حزب الاصلاح لا يملك الفعل السياسي او القرار السياسي في عدن ولا في دولة والسلطة حاليا يعني بشكل رئيسي، ربما هو أحد الأطراف اليوم الواقفة ضمن المشروع الوطني لمواجهة الانقلاب مثله مثل الحراك الجنوبي وباقي القوى السياسية المنخرطة في مشروع الشرعية. الشرعية وهي أقوى سلاح، لأن حزب الإصلاح يملك صفة الشرعية وهي أقوى سلاح. بموجبها يتم تعيين يعني سرقة الوظائف، نسميها سرقة الوظائف العليا للدولة ونسبة لهم، بالإضافة إلى أن الرجل الثاني في الدولة علي مسل الأحمر، بالإضافة إلى أن عدن خلال 4 أشهر وجدت فيها أكثر من 5 ألوية ومعظمها موالية لحزب الإصلاح. لا نعلم منين سلحت ومنين جاء الأفراد ومنين يدفع الرواتب، بينما الباقي وظائف يعني موظفي الدولة ليس يدفع رواتب، هؤلاء يسلمون رواتب وكل شهر بشهر. لماذا هذه القوة في عدن؟ هل تحمي رئيس خارج السعودية؟ خمسة ألوية حماية رأسية تحمي رئيس يعني في الخارج؟ ماذا كانوا يريدون من عدم الضغط بينما الناس مشغولين في المخا؟ هذا هو خلط الأوراق واللعب السياسي ومحاولة السيطرة على المشهد وعرس هذه الرموز من جديد، ولا يمكن نقبلها. لكن كل هذه القرارات هي تعود إلى عبد الرب ومنصور هادي، رئيس الجمهورية هو من يصدرها هذه القرارات. طيب سؤال أخير وأتمنى منك الإجابة في دقيقة أستاذ ياسر، لم يعد لدينا الكثير من الوقت. كيف قرأت مشهد لقاء عبد العزيز المفلحي بالرياض بالسفراء الأجانب؟ يمكن قراءة هذا المشهد في أي سياق ونحن نتحدث عن فرص نجاحه في مهمته وما سيقدم له كدعم حتى يقدم للناس الكثير من الخدمات ويزيل التحديات الماثلة الآن أمام المواطن البسيط؟ اعتقد ان الملف الامني في عدن وما انجز فيه وفي محافظه العقبه وابين كان يعني كان اعتقد اهم نقطه تم نقاشها حتى لا تؤول الامور الى ما لا يحمد عقباه وتدخل عدن في فوضى، وبالتالي تعود الجماعات الارهابيه والجماعات المسلحه التي تعبت بعدن والعقبه وغيرها من المحافظات. اعتقد هذه نقطه رئيسيه كانت تهدف الى توافق جميع الاطراف حتى لا تدخل عدن في فوضى. واعتقد ان التحالف العربي ولا المجتمع الدولي يسمع ان تعود عدن الى نقطه الصفر وان يسمح بالقتال الداخلي. ما يجري هو الان صراع سياسي وسيظل صراع سياسي، لذلك من حق الجنوبيين ان يكون لهم تيار سياسي يصارع سياسيا بعيدا عن اله الحرب والدمار. شكرا جزيلا لك يا أسير اليافعي، الصحفي والناشط السياسي، كنت معنا من عدن. أعود لضيفي من الأردن عبد الناصر مودع. أستاذ عبد الناصر، باعتقادك كيف سيتعامل المحافظ الجديد مع حالة التباين والاختلاف السياسي الموجودة في الشارع وتحديدا في العاصمة المؤقتة عدن؟ يعني سيتعامل يعتمد على حكمته وفطنته، وطبعا تم اختياره لأسباب كثيرة، هو ينتمي عمليا إلى الحراك الانفصالي، وبالتالي هو ليس بعيدا عن توجهات المحافظ السابق والإدارة السابقة، وهو من منطقة يافع أيضا، ليس بعيدا كثيرا من ما يسمى بقوات الحزام الأمني ومن أيضا المحافظ السابق. في نفس الوقت هو محسوب على الرئيس هادي، سيتصرف يبدو يعتمد على تصرفه كيف سيتعامل مع هذه المتناقضات الموجودة. وأهم مشكلة ستظل هي مشكلة تحديد هوية عدن. الدول والمدن هي تنشأ وفق فكرة، إن كان هذه الفكرة فكرة حقيقية وفكرة قابلة للحياة
ستتحرك هذه المدينة باتجاه صحيح. أما إن كانت هذه الفكرة هي فكرة غير قابلة للتحقق من قبيل الحالة المشوهة في عدن، أفراد يحصلون على مناصبهم من شرعية باسم الجمهورية اليمنية ولا يعترفون بالجمهورية اليمنية، كيف هذا الأمر؟ لكن الاختلاف والتباين الموجود داخل الشارع الجنوبي هو طبيعي، هناك قضية مشروعة ومطالب مشروعة للناس وتحديدا ما يحمله الحراك الجنوبي. هذه حركة عنصرية ليس لها أي مشروعية، فقط السياسيين الانتهازيين والمثقفين اليمنيين الانتهازيين فرطوا بوحدتهم اليمنية وتعاملوا مع أن هذه قضية شرعية. هذه قضية، هذه حركة تريد تفكيك اليمن. قبول السياسيين اليمنيين والنخبة السياسية يدل على احترائهم وعلى عدم مسؤوليتهم. طيب، ونحن نتحدث عن فرص نجاح المفلحي في مهمته الجديدة، كيف بدأ لك مشهد اللقاءات التي عقدها قبل أن يصل إلى عدن مع السفراء الأجانب؟ هل هناك رسالة معينة أريد إيصالها من هذه اللقاءات؟ يعني رسالة من قبل يريد يقول أنه مدعوم من هذه الدول، ورسالة من هذه الدول تريد أن توصل رسالة بأنها لن تسمح بفوضى واحتراب داخل مدينة عدن، لأن هذه الدول كلها هي متفقة على وحدة اليمن. قرارات مجلس الأمن تتحدث عن وحدة وسيادة اليمن ووحدة أراضيه، وهي تتناقض مع المشروع الانفصالي بكل معنى الكلمة. طيب، هذا شيء إيجابي؟ طبعا هذا شيء إيجابي، لكنه هو المفلحي هو نفسه يقول ويصرح بأنه ضمن الحراك الانفصالي. يعني إحنا في حالة من الفوضى، وهذه هي مشكلة فراغ القيادة. لما يكون عندك فراغ في القيادة، لما لا تكون هناك لديك قيادة تحمل مشروع وطني، يكون البديل لها هذه الفقاعات وهذه الحالات التي طيب أستاذ عبد الناصر المفلحي فراغة. متى وأين صرح هذا التصريح؟ نحن الآن نتابع تصريحات الرسمية التي صدرت عنه بعد قرار التعيين، قال ربما أنا سأركز على الجانب الخدمي، لم يتحدث في السياسة بشيء. لا، المفلحي محسوب من زمان من ضمن الحراك الانفصالي من زمان، ليس اليوم، وما أوتي به إلى منصب مستشار رئيس الجمهورية إلا على أساس أنه من حصة من حصص الحراك الانفصالي. إضافة إلى ذلك هو بيقول أنه همه هو القضية الجنوبية، والقضية الجنوبية نعرفها هي قضية الانفصال، ليس هناك قضية أخرى للقضية الجنوبية غير قضية الانفصال وتفكيك الدولة اليمنية. طيب، ما الحوار الوطني والدولة الاتحادية والمشروع كله معترف بالقضية الجنوبية، وكان هناك ممثل الحراك الجنوبي في صنعاء؟ لأن الحوار الوطني لم يكن حوار وطني، هذا كان حوار عبد ربه منصور هادي مع من كان معه في السلطة من الجنوبيين، وضعوا هذا المؤتمر وأخذوا له غطاء من بعض القوى الشمالية، وفي الأخير وصلوا إلى تلك النتائج التي لو كانت فعالة أخ سامي ما وصلنا لحالة الاحتراب والفوضى. لو كان هناك حوار حقيقي، الحوار يفضي إلى السلام، ليس الحوار الذي يفضي إلى الحرب. أشكرك جزيلا أستاذ عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الأردن، أعتذر منك، لم يعد لدينا سوى دقيقتين. ينضم إلينا من عدن الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس تحرير صحيفة التحديث، أهلا بك أستاذ محمد. بالنسبة لك كيف يبدو المناخ والمزاج العام في عدن بعد وصول عبد العزيز المفلحي؟ أولا أريد أن أعقب على الضيف الذي تناول هذا الموضوع، الأخ المفلحي في الحراك، أيوة، والجنوب كله أصلا منضم للحراك، لأنه الحراك هو الحراك الشعبي العام الذي كان يناهض نظام عفاش والسيطرة وطبيعة النظام اللي كان موجود. لا، ولهذا يعني أسلوب أو استخدام أسلوب إنه الحراك الانفصالي والحراك إلى آخره، وإنه ليست هناك قضية جنوبية، هذه قضية يعني أنا مش عارف صاحبنا هذا من كيف يجيب هذه التعبيرات. طيب، حتى نستفيد من الوقت، الحوار الوطني اعترف بالقضية الجنوبية واعتبرها قضية رئيسية ومحور رئيسي من محور. طيب أستاذ محمد، أرجوك حتى نستفيد من الوقت. طيب، نعود إلى السؤال. ما يتعلق بقضية الأخ عبد العزيز المفلحي المحافظ الجديد اللي وصل اليوم وسيبدأ بمتابعة القضايا المختلفة. هناك في كثير من الملفات أمامه، هناك ملفات تتعلق بالخدمات العامة، هناك ملفات تتعلق بالقضايا وهموم الناس والمواطنين إلى آخره. هو عليه الآن أن يبدأ بفتح هذه الملفات والبحث عن حلول لها من خلال الاستعانة بذوي الخبرات والكفاءات، ومدينة عدن فيها الكثير من الخبرات وفيها الكثير من الكفاءات. طيب، بالنسبة لك ما هي أهم التحديات الآن أمام عبد العزيز المفلحي؟
نعم. ما هي أهم التحديات الآن أمام عبد العزيز المفلحي؟ كل الملفات التي أمام الأخ عبد العزيز المفلحي هي تدخل في إطار التحديات، لأنها تدخل يعني تدخل في قضية مدى توفر الإمكانات، تدخل في قضية مدى توفر المساعدة في حلها، في حل هذه المشكلات. إذا يعني كلها تتعلق ترتبط بالقضايا بالتحديات، ولكن نحن نشعر بأمل إنه يستطيع من خلال خبرته الإدارية وخبرته في المجال في الاقتصاد يستطيع أن يعني أن يعالج الكثير من هذه. قراءتك للسيناريوهات القادمة في العاصمة المؤقتة عدن؟ نعم. قراءتك للسيناريوهات القادمة والمحتملة في عدن؟ والله أنا أعتقد إنه الآن جاء دور يعني المعالجة الملفات المتعلقة بقضايا الناس وهم الناس ومشاكل الناس، ابتداء من الكهرباء ومرورا بالمياه والمياه وقضايا مراكز الشرطة والأمن العام وقضايا الفساد وقضايا العشوائيات. هذه هي القضايا التي سيتم التركيز حولها والناس مهتمين بهذا الموضوع. في عدن الناس الآن يرحبوا بالأخ المفلحي عشان يبدأ معالجة هذه المشكلة التي هي. هل سيلتف الشارع حول عبد العزيز المفلحي وتنتهي حالة الجدل؟ اليوم كان في استقبال كبير وواسع له في مطار عدن، ولهذا زي ما أشرت ليك أنا إنه فيما يتعلق بدور الأخ عبد العزيز المفلحي هو دوره سيتولى قضايا المتعلقة بقضايا الناس وهموم الناس. أشكرك جزيلا أستاذ محمد قاسم نعمان رئيس تحرير صحيفة التحديث. أشكرك جزيلا وعذرني على المقاطعة، تجاوزنا وقت الحلقة. شكرا جزيلا، انتهت هذه الحلقة. تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كونوا بخير.